السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. كعادتنا كفريق عمل في جدة والرياض نسعى لتقديم كل ما هو جديد ومميز للأسرة العربية والسعودية والخليجية بشكل عام. وطبعا كمان كعادتنا هنبدأ بعناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وخلينا نشوفها سوا. في سيدتي اليوم، العيون مرآة الروح، تعرفي سيدتي على كيفية الحفاظ على صحة وجمال عينيك. جولة فوتوغرافية مع مبدعات احترفنا في عالم التصوير. فعالية جامعتي في خدمتي تهدف إلى نشر التوعية بين الطالبات بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. الطريقة الأفضل لخسارة الوزن هي بالرياضة مع المدربة السعودية هناء صبان. ودلم طيري وغادة الجديد كفيفتان تحديا إعاقتهن، وأسسنا مشروع لتغليف الشوكولاتة. على طاولة سيدتي دراسة أمريكية، السكريات تؤثر على خصوبة المرأة ولا تؤدي لزيادة الوزن. إذن مشاهدي الكرام، بعد ما تعرفنا على عناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، أكيد ننصح الناس اللي ما تابعوا برنامج سيدتي عبر شاشة روتانا خليجي أكيد يتابعونا عبر صفحتنا باليوتيوب، وكذلك دائما وأبدا بانتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر صفحاتنا الخاصة في الفيسبوك وتويتر وإنستغرام، ولا يفوتكم أبدا تفاعل برنامج سيدتي وكواليسه عبر حسابنا في سناب شات الظاهر أمامكم. ويسعدني الآن أنتقل لزميلتي العزيزة بالرياض اللي أكيد لديها الكثير من فقرات منوعة مختلفة، وأقول لها يسعد لي مساك يا رنا. يسعد مساك خلود، وأيضا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في سيدتي الآن. مشاهدينا خلونا ناخذكم الآن في جولة مع سيدتي مول، واللي راح نتعرف من خلالها على أبرز إطلالات النجمات وكيفية الحصول عليهم. تحية لكم أعزائي المشاهدين وكل يلي عم بيتابعونا بفقرة سيدتي مول. لهالأسبوع رح نشوف عدد كتير كبير من النجمات العالميات والعرب كيف اختاروا أزياءهم. إضافة إلى فيديو رح يقدم لكم بعض النصائح المفيدة للفات الحجاب. رح نبتدي مع النجمة الشابة سيلينا غوميز. سيلينا غوميز يلي شفناها بحفل غرامي هيدا السنة، حيث اختارت فستان طويل أحمر، الفستان بقصة جريئة ومثيرة. عم نشوف الفستان أمامكم هلأ على الشاشة. ممكن يكون هالفستان من اختياراتكم إذا كنتم من الأشخاص أو إذا كنت من السيدات يلي عم بتفتش على إطلالة مثيرة وجريئة. اللون الأحمر هو اللون المثالي، والقصة أيضا هي قصة مثالية للحصول على إطلالة مثيرة وجذابة بنفس الوقت. رح نتابع وننتقل لإطلالة النجمة العالمية شاكيرا. شاكيرا خلال مشاركتها بإطلاق فيلم زوتروبوليس اختارت فستان دونتيل باللونين الأبيض والأسود. بتذكركم أنه هاللونين هن كتير على الموضة لموسم ربيع وصيف 2016، ومثل ما عم بتلاحظوا دايما مع سيدتي مول عم نشوف أنه موضة المونوكروم هي موضة كل المواسم. هالفستان اللي عم نشوفه سوا أمامنا على الشاشة ممكن تختاريه لإطلالة سبورت شيك، خاصة إذا كنت عم بتفتشي على إطلالة ناعمة وأنثوية. منتابع مع إطلالات النجمات ومننتقل للنجمة الشابة الصاعدة إذا فينا نقول، ماريتا الحلانة ابنة الفنان عاز الحلانة. ماريتا كمان اختارت فستان أسود ميدي بأكمام طويلة. على الفستان من الأمام منشوف طبعة من الرسوم والورود. الفستان كتير كيوت إذا فينا نقول مهضوم. كمان ممكن أنك تختاري لمناسباتك النهارية إذا كنت عم تفتشي عن إطلالة لذيذة، إطلالة هيك تبيني شوي أصغر من عمرك. منختم إطلالات النجمات والنجوم ومننتقل للنجم تامر حسني. المغني المصري تامر حسني شفناه على إنستغرام بإطلالة كاجوال مع الجينز الواسع شوي، وأيضا التيشيرت البيضة ويلي اختار لون سويتشيرت باللون الأحمر، وحط العوينات الطبية يلي هن كتير ستايلش. الإطلالة عن جد منحته لكتير من العصرية، وأيضا كانت إطلالة جدا ملفتة. ممكن تختاريها لزوجك أو لابنك الشاب، فرح يحصل فعلا على إطلالة مميزة وفريدة.
طبعا كافه الاطلالات شفناها هلا هي موجوده باسم الاطلالات بموقع سيداتي مول. الاطلالات ممكن تشاهدوا وتتابعوا كامل تفاصيلها مع الماركات وايضا الاسعار واماكن شرائها خلال زيارتكم لموقعنا. راح ننتقل للقسم الثاني من حلقتنا لليوم وراح نشوف سوا فيديو خاص مع زينب الديراني يلي راح تقدم لنا بعض النصائح حول الاخطاء الشائعه بعالم لفات الحجاب. خلينا نشوف الفيديو سوا. لكل الصبايا المحجبات رح نتعرف بهالفيديو على اخطاء ممكن تعمليها عند ربطة الحجاب وكيف تصححيها. اولا ما بنربط شعرنا بواسطة الملقط او الكليبس اللي بيكون بهالشكل، بل نستبدله بواسطة ربطة الشعر يلي بتكون بهالشكل. لأي محجبة كمان بننصحها انه ابدا ما تستعمل هيدا الدبوس يلي بيكون بهالشكل، لانه ممكن يعرض الحجاب لأي ثقب، بل فينا نستعمل هذا الدبوس يلي بيكون بهالشكل. ثالث خطأ أي محجبة بترتكبه إنه بتثبت شعرها بواسطة أشياء، أو تثبيت الشعر بيكون بواسطة أشياء بتكون دائرية، أبداً ما بنستخدمهم لأنه بيعطوا حجم كتير غلط للشعر، بل بنستخدم ربطات الحجاب اللي بتكون بهالشكل، بتثبت الحجاب وبتعطيه فورم أو حجم كتير طبيعي. هيدي كانت حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اي شخص حابب يطرح علينا اي موضوع، او اي سيده بتعاني اي مشكله خلال عمليه التسوق، او حابه تعرف اي معلومه متعلقه بعالم الموضه والجمال ايضا، ممكن تراسلنا وتبعث لنا اقتراحاتها واسئلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يلي عم تمرق امامكم باسفل الشاشه. مشاهدينا بعد ما تابعنا هذه الإطلالات المميزة والنصائح، أحب أذكركم بمتابعة المزيد من الأخبار. زوروا موقع سيدتي الظاهر أمامكم على الشاشة. الآن مشاهدينا خلونا ننتقل إلى معرض عالم السيدات السابع والمقام حاليا في فندق الفور سيزونز. كاميرا سيدتي كانت هناك وعادت لنا بتقرير مميز، خلونا نتابع. حدث نسائي خاص يلبي كل احتياجات المرأة ومتطلباتها، أقيم في العاصمة الرياض معرض عالم المرأة في نسخته السابعة بتنظيم من مؤسسة زوار لتنظيم المعارض. وضم المعرض على مشاركة العديد من صاحبات المشاريع والإبداعات والتصاميم. نسوي تصاميم فساتين، زواجات، أعياد، جلابيات. طبعا اضاف لي اكيد انه انتشرت اكثر عن طريق المعارض، الزباين عرفوني اكثر، وفعلا دافع لي اني استمر كمان قدام المعارض. زي مثلا الابجرات والشمعدانات، اشياء جديده على السعوديه، الشمعدان ما شفتها كثير. بالنسبه للمنافسه احس عندنا بالسعوديه قليل اللي قاعدين يشتغلون بمجالي، يعني بشكل يعني انا مو قاعده اسوي قطع كثيره، قاعده اجيب اقمشه من برا، طبعا مو كلها من برا، بس يعني احاول قد ما اقدر اتميز، فدايما وكمان احاول اتميز في الاسعار. فعلى حسب كلام الناس انه ما في منافسه كبيره، يعني اللي زي شوي يعني اللي ماخذين الموضوع هوايه مش ربح. مرأة سعودية انا مره اشجعها تبدا من البيت من الصفر، لانه من جد المستقبل لنا وربي ما يخيب تعب احد. فلا بالعكس اشجعهم ايد بايد، ان شاء الله كلنا نطلع مع بعض سواء منظمات او مصممات. يهدف المعرض الذي يلبي كل احتياجات المرأة على دعم وإبراز مختلف النشاطات التجارية للمرأة السعودية التي تميزت في العديد من المجالات، خاصة التصميم والأزياء والتصوير وغيرهم. مشاهدينا بعد ما تعرفنا على هذا التقرير، خلونا نتعرف أكثر على معرض عالم السيدات السابع. يسعدني أن أرحب بالمدير العام لمؤسسة زوار لتنظيم المعارض الأستاذة لولو الزير. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة لولو. أهلا وسهلا فيك يا أختي. في البداية أستاذة لولو، حابين أو لولو حابين يعني تشاركين المشاهدين إيش هي فكرة المعرض أو معرض عالم السيدات السابع؟ هو فكرة المعرض نشأت أنه بداية تشجيع الفتيات السعوديات
تشجيع المرأة بشكل عام، إن دعم للمرأة. طبعا مؤسسة زوار مؤسسة منظمة للمعارض بشكل عام، والتنظيم لمعارض المرأة، ولأنه في هذا المعرض إحنا في دورة السابعة يجتمع فيه محبي الفخامة وجميع وكثير من العارضات السعوديات وغير من دول الخليج، مصممات وعارضات وكثير من الشركات الداعمة والراعية لنا. طبعا هذا المعرض يكون فيه على أرض الواقع صناع القرار وشركات في تبادل مصالح، تبادل علاقات تجارية، نقطة اللي هي ارتكاز رجال الأعمال والمسوقين في منطقة واحدة. ممتاز. طب أستاذة لولو، يعني لو تكلمنا متى تحديدا افتتحتوا هذا المعرض أو معرض عالم السيدات السابع؟ هو بدأت فعالية المعرض يوم الأحد 6 مارس، وحيستمر اليوم إن شاء الله، وآخر يوم للمعرض بكرة. والحمد لله كان عدد المشاركين 250 عارض غير الشركات العارضة والراعية. كان ناس كانوا طبعا معانا أسر منتجة، وكان جمعيات خيرية، وكثير الحمد لله عدد الزوار كان يعني ملاحظ من سيدات الأعمال ومن الأكاديميات. طبعا إحنا افتتح المعرض كان على شرف الأميرة ريما بن طلال، اللي لنا الشرف أنه افتتحت لنا المعرض، كانت في لفتة كريمة منها لافتتاح المعرض، وأثر كبير على المشاركين ومنظمي المعرض. طيب أستاذة لولو، يعني في عام 2015 تقريبا كان عدد الزوار في معرض عالم السيدات السادس حول أو ما يقارب 30,000 زائرة. كيف عدد الزائرات في معرض عالم السيدات السابع 2016؟ والله شوفي، كان أمس هو بداية المعرض، وكان العدد الزوار ملحوظ وكبير. طبعا احنا ما نقدر نعمل الإحصائية إلا بعد نهاية المعرض، فحيبين إن شاء الله معانا مع نهاية المعرض إن شاء الله. بس أنا حابة يعني حاجة بسيطة، حابة أقول لك إنه احنا حددنا تاريخ المعرض مع اليوم العالمي للمرأة اللي هو يوم 8 مارس، اللي هو بنهاية اختتام المعرض. ممتاز. يعني بإذن الله أستاذة لولو الزير المدير التنفيذي لمؤسسة زوار لتنظيم المعارض، نتمنى لكم المزيد من التطور والمزيد من التوفيق وأيضا الكثير من الزوار. مشاهدينا، إذن فقرات سيدتي مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. العيون مرآة الروح، تعرفي سيدتي على كيفية الحفاظ على صحة وجمال عينيك. جائزة مجلة سيدتي للتميز والإبداع في الإمارات برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تكريم 35 مبدعة، دبي 20 مارس 2016. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.